الموسوعة الهندسية Engineering Encyclopedia تقدم تصميم محرك أحادي الأسطوانات Design Single Cylinder Engine in Solidworks الهدف من الفيديو رسم أجزاء المحرك أحادي الأسطوانات تجميع القطع مع بعضها إضافة حركة دورانية موشن أجزاء المحرك بيستون هيد رأس المكبس كونكتينر رود ذراع التوصيل كونكتينج رود كفر غطاء ذراع التوصيل بين الوتد جير 1 مسنن 1 روكر آرم الذراع المتأرجح Gear 2 مسنن 2 Crank Shaft العمود المرفق Cam Shaft عمود الكامات الحدبات Shaft المحور حامل الذراع المتأرجح Valve Stop Assembly كتلة الصمامات رود القضيب نقل الحركة من الكامات إلى الذراع المتأرجح ومنه للصمامات يظهر الفيديو حركة أجزاء المحرك مع بعضها نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكراً